أنا من كان عمري 7 سنين أبوي أخذني للسوق اشترى لي شحاطة إلى هسه لابسها. يلا يقول لك ليش تحكي وليش هاي باوع؟ يقول من عمري 7 سنين أدري ما زغرت علي شلون هاي بس ما فاهمك بابا أصلية. شلون راح أفهمه هذا؟ فهمه أبوي بيها مواصفات هاي. بيها مواصفات؟ مواصفات هاي تكبر وياك كل سنة تكبر نمرة. إيه من كنت صغير كبرت هسه صارت 45 هاي السنة. داريها بالطرقة بالصبغ داريها. ليش تروحون بعيد؟ أما أطلع للسوق غير إذا أنا عايز أنام وهي تمشي من كيفها دليل يعني المكان نفسه. أبد من قلبك؟ أبد. يابا بيها قيادة ذاتية. هي أبو غايب يابا وين قابل وين هسه؟ يابا وعافيتي وهوريتي. أقولك أنت ما عندك بس هاي الحلفان حتى عافيتي أخذتها. المهم خويا فد يوم الوالد اشترى لي العال سفنج. بالعافية؟ حجي هو نعال شنو بالعافية؟ تقطعه بالعافية. إي المهم بس شنو من هذا السفنج القديم؟ حلو زين؟ ودعتكم أروح للسوق ماكو دقيقة رأساً سريع. حلو. مو سفنج خفيف. مثل أبوي يقول لي روح جيب صمون رأساً قلت له هذا الصمون. تخبر أبوي. يقول روح جيب طماطة رأساً أقول له هاي الطماطة. تخبر أبوي قلت سريع. قال لي روح جيب حلفة رأساً قلت له هذا النعال. قال لي هاي قلت له لا هاي الحلفة بالعافية. الحلفة. لكن ما سريع. أبوي قال لي أبدأ أجربه. قلت له يا بيه قلبك. المهم لبسها أبويا ويفتر بالهوض يفتر بالهوض نلحق ردنا ماكو. قالوا لك وقفني. قلت له يا بدي بس اشمر النعال. شمر النعال يلا وقف أبويا. خطير لعد هو أبو الشوربة. قل له خطير هم غافل أبو قال له لا تلبسه. ثاني يوم لبس على الإعلان شاف الجديد ويفتر بي وكان يصرخه بالدرج وبقل العالم علك. فد يوم أنا شنو أرد عبر النهر أجاب الملم قلت له تعال. قال لي دراح هاي شنو؟ باوع ثاني لابس النعال. قلت خلنا نعبر. شلون؟ كان اعبر لك بالسفنج ما يغرق. يعني قصدك مشيت بالنعال على الماي؟ اي مو السفنج خفيف ما يغرق. الحكي طوف. انا سالفتي غير سالفه. شنو هم عندك نعال يطير؟ لا خلينا سالف ابو صادق. يلا احكي. انا في يوم من الايام كنت صغير ابوي اشترى لي حذاء من باتة. بس شنو جلد اصلي؟ جلد مال نمر. يا بابا نبي بشير النمر تعرفه سريع. ما لحق من نروح الدوام ما لحق طياره. خوش اصدق في يوم من الايام رحت البصره بشي طلعت من البيت بالسبعه 7:30 قالب ساعه كب البروم. ولك جنب بيتك عليها الكذب هاي ثلث ساعه انت بالبصره يا بابا وحذاب النمر سريع. نمر سريع. ليش يا بس هاي شنو في يوم هبدا ابش بشوله زين بالحذاب هذا النمر وكان يشوف لك صياد ويركض بي. قلت له عود عليك يسرى يمنا تعرف يقفز هو. قلت له ابوه ما كنت في تراس يقول لي هاي كلام. قلت له تعرف قال لي بعدك اطلع بعده حكى وياي ثاني كان جيت على اخواني قبل خربوشه منه وياكله. قلت له ليش؟ قال لي هذا الصياد هو اللي صادني وداني المعبس سواني قندره. ينتقم من القندره وين صارت؟ وديته حديقه الحيوانات لان هذا ما يقدر يعيش بدون جباعته.